خده يا رخيم حسنين، حطه في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وجعلت زخر العداله. يلا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش، امشي خد من ايه. يلا ضرب قدام امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشرق. انا بشربها مظبوط. يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز ومع ناس سيف، نروح على السجن على طول ونخلص. انت مستني يا قوي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو، انت واخد واحد سرق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سرق جزء من اخره ولا نشيله جزء جنيهات؟ انا بقول لك روح احترم نفسك. طب تعالى خش يا غمر. ازيكم يا قماش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ وقماش؟ دي أوضة رمضان؟ أي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد غير. بعترف. مش ممكن، انتوا أكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول. معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. ألا قول لي يا جدعان، أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. أه بالنساه السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال ده احزن لحمير. يا اخوانا عيب كده، العطره دي مش معقول، هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم. اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ هقعد اعمل اللي عايز افضل لكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان علي ايه؟ ازيك يا رمضان؟ ازيك انت علي؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه، ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا تديله الاكل. حاضر يا ست، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روح انت عليه، روحي وحطي في بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ست امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر، اتفضلي يا ست. مع السلامه، وانت حلويت وبقيت ملفوفه كده.